أهلا بك، صباح نعم، الخير. كنت قد سألتك عن الاشتباكات الجارية في السفيرة في ريف حلب والقصف على عدة مناطق هناك من قبل قوات النظام. نعم، تدور الآن اشتباكات طاحنة في بلدة خان العسل من أجل تحرير مدرسة الشرطة بعد أن أعلن الجيش الحر بدأ عملية تحرير المدرسة، في عملية أطلق عليها والمغيرات صبحا، والجيش الحر يحكم الحصار حول هذه المدرسة ويقوم في هذه اللحظات بعملية اقتحام من جميع الأطراف، حيث جرت اشتباكات ايضا عنيفه في وكاله المخابرات الجويه، واعلن عبد الجبار عقيدي رئيس المجلس العسكري في لقاء على العربيه ان معركه تحرير مطار حلب الدولي مساله ساعات بعد ان اعلن النظام اغلاق مطار حلب الدولي بحجه الصيانه. نعم، ايضا جرت اشتباكات بالنسبة عنيفه لخان جدا العسل، في وسط النهار على اطراف معامل الدفاع الجوي، وقد تمكن ابطال الجيش الحر بقتل خمس جنود من معامل الدفاع وبعض الشبيحة، وقد شنت الطائرات الحربية غارات جوية بالرشاشات الثقيلة والحمد لله لم يصب أحد. أما عن معركة الحسم في مشفى الكندي، فالجيش الحر يخوضون أشرس المعارك عند المشفى مع كتائب الأسد بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصف صاروخي ومدفعي على المنطقة، وأصوات الاشتباكات تسمع لأماكن بعيدة. كما كان هناك هجوم هو الأعنف حتى اليوم للجيش الحر على مدرسة المدفعية، وأصوات الانفجارات والرشاشات أيضا تسمع لمسافات بعيدة، وجرت اشتباكات عنيفة أيضا في محيط معامل الدفاع كما ذكرنا سابقا، وما زال الحصار مفروض على كل من مطار منغ العسكري ومطار كويرس من كافة المحاور، والاشتباكات تدور يوميا على أسوار هذين المطارين. ماذا عن مطار المدينة أبو مجاهد؟ مطار المدينة كما قلت لك أعلن بالمساء الأمس عبد الجبار العقيدي قائد المجلس العسكري أن مسألة تحرير المطار والسيطرة على هذه المطار باتت مسألة ساعات، قال كما قال يعني. نعم أبو مجاهد، مراسل شبكة شام، كنت معنا عبر سكايب من حلب، شكرا لك.